السلام عليكم، كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. توحشتكم بزاف بزاف كاملين، لا فامي، صحابي، جيراني، كلشي، اصدقائي، اصدقاء صديقاتي، كلشي. المهم حنا جينا دابا اليوم للبحر بعد ما جيت من المدرسه وكليت ونعست، وجينا دابا هذه 6 ديال العشيه، بغينا نجربوا الباص. فبغيت نبدا لكم بالمحطه ديال الباص، هي هذه الباص المائي، هي هذه، شتي، ها هي الباص المائي، وغنوريكم الباص الرقم ديالو شحال. ها هي هذا الباص، المحطه ديال الباص المائي. هنا كندخلو ملي كيجي. دابا حنا غادي نساينو، هانتوما هادي الهبطه ديالو، كنهبطو هكذا. صافي، كنساينو الباص المائي. واحد الشميسه كيدايره روعه، وقالك اليوم وغدا ان شاء الله باذن الله. او لابسين بحال اللي كتشوفوا، لابسه كسوه خفيفه على ود بالفعل الصهد. واخا في المدرسه كنت لابسه سروال الرياضه و تيشيرت، لا خميجه، ولكن دابا ضروري خص الواحد يصور منظر ولا اروع. المهم تياخد شي شويه ديال الوقت باش يجي، وحنا ان شاء الله ماشي مشكل. هاتوا هاد السفر، هذا ها هو جميل. انا برا دابا، تما كنجيو باش كناخذ الباص. تفويجة عالمية صراحة هكا في البحر. شوفوا نوريكم الجهة الثانية. حتى هذا حتى هو هذا باص، حتى هو كيدينا تيسارينا. هانتوما كتشوفوا كوبنهاغن، كانال تورز كوبنهاغن. الناس كتعوم، الناس عايشة الحياة. المهم نمشي نصور الجهة الثانية، الجهة الثانية باش ما نصوروش الناس، ولكن حتى هنا كاينة الجهة، حتى هاد الجهة الثانية كاين فيها الناس. دورة عالمية، تيديك من منطقة لمنطقة. بغيتي الطاكسي، بغيتي الباص العادي البري، أو بغيتي البحري، فهما كلشي تيوصل. رجعت للجهة الثانية. هنا اللي كاين بزاف، هذه الجهة ديالنا حنايا ديال أما، فين ساكنين. هنا البحر يعتبر ديالنا. المهم ان شاء الله كنعرفوا نعوموا، الا طرات شي حاجه ما كاينش مشكل. الدنيا عامره، مطرطقه. الناس كيجيو من الخدمه تيجيو لهنايا، تيجيو من المدرسه كيجيو لهنايا. صراحه كيتمتعوا لاخر رمق. داك الجسر هو اللي كنمشيو فيه في الطوبيس ملي يكون غادر المدرسه او كانت سارة ولا شي حاجه. شوفوا الجهه الثانيه ديال البحر، كاينه هادي وكاينه هادي.
هنا كنصور لكم من السرجم ديال الباخره. هانتوما كتشوفوا هانتوما فين كاين الكرسي. هنا تيحلوا لينا السراجم على ود الصاد. شتيو ملهي جينا، هذيك هي المحطه اللي هي بعيده. شوف شوفوا المنظر، ها الطوبيس الاخر مشى يوصل هذوك وغادي يرجع، وبحالو حنا راكبين فيه. هانتوما ها الجسر، تنوريه لكم مزيان من بعد. هادو بناتي كيكريوهم مع صحاباتهم وتيمشيو تيسوقوهم. انا ما نقدرش، واخا تنعرف نعوم ولكن ما نقدرش نغامر. احنا دابا تحت الجسر، الجسر حنا دخلنا تحت الجسر. هانتوما كتشوفوا الجسر، ها الجسر من تما كيدوز الطوبيس. شتو هادي؟ بحال اللي عندنا في الرباط، هادي ريستورون باخيره، كانت باخيره قديمه وداروها بحال ريستورون هي وهادي الفيفا. هذا الجسر الثاني، روعة والله العظيم روعة. دابا هذا انا اللورد الباخره، نمشي نوريكم القدام عاوتاني. هنايا الشاشه، هذا الرقم ديال الطوبيس ديالنا 992. ممنوع الماكله، ممنوع لاكلاص، ممنوع الشراب. شوف نصور لكم دابا من الاول. منظر روعه، شوف تما تا تما الناس كيعوموا لهي. شوفوا 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 تا هنا تيدور، دابا راهو تيدور. هاد الكحله هادي بيبليوتيك، شوفوا هنايا الناس غيجي يدي هنا عاوتاني الناس باش يبس. باش هادو باش باش واحد الى غيغرق يرميو له هذا الشيء، الله يستر. هذا او اللي كنت غنطيح. شوفوا على المنظر، انا داخل في الباخره. دابا هز الناس عاوتاني، المهم هذا دير بحال الطوبيس العادي، عنده في كل محطة تيوقف تيهز الناس وتيمشي، وفي الأخر تيرجعك منين خداك. إلا ما بغيتيش تمشي من البلاصة اللي خداك منها، بلاتي الصوت حيت دابا يلاه غادي. المهم بحال اللي قلت لكم الصوت، بحال اللي قلت لكم مشيت للمدرسة، كنت في 8 قل قسمين تقريبا ولا قل قسم، كنت في القسم ساليت مع 11:30، وصلت للدار مع 12، تقديت داكشي اللي خاصني، جيت للدار فطرت. منين فطرت الصوت، المهم منين فطرت المهم منين فطرت انعست حتى فقت. المهم حيت ديجا كنت متفقه مع صاحبتي جميله باش غادي نخرجوا، ومتفقين نيت على الباص، حيت دائما حنا ملي كنكون غادي لشي بلاصه كنديروا لها تخطيطات قبل نهار قبل ولا شي حاجه، فالحمد لله حنا خارجين في البحر اللي ما تكون غير البحر، لانه خصنا نغتنموا الفرصه مزيان مزيان مزيان. هذا الشيء اللي كاين، هو دابا عاوتاني وقف هنايا في المحطة باش غياخذ الناس اللي هادو اللي كاينين هنايا في هاد المنطقة هادي. ثم هنايا
غادي تلقاو هذوك هذوك ديال اللي كيعتقونا اش كيسميوهم، في كل كرسي كاينين الفيست سوفتاج باش يعتقونا زعما. هاتوا شوفوا المنظر الكراسه، شوفوا الناس فين ما غتمشيو غتلقاو الناس كتبحر. شو الديور نشوفوا هاد الجهه هادي، دابا انا طلعت برا بحال اللي كتشوفي سير على قول الركراكي. الحمد لله فرحت، فرحت ملي الركراكي غيولي هو المدرب المنتخب الوطني المغربي، والحمد لله اللي تفكينا من الهم ديال خالي لوزيتش، انا مسميها واحد القرن الحمد لله. المهم عرفتي كلشي غيتسعر بهاد الحراره وهاد الجو. تبارك الله نوريكم الجهه الاخرى، شوفوا الدنيا عامره، حنا راه في منطقه اخرى غير المنطقه اللي جينا فيها. هنايا هادو ديال البيسكليتات وكرارس ديال الدراري، باركينغ ديالهم كلشي كلشي زوين. الله الله الله، شوفوا شوفوا على الباص كسكوسه، هاد المبنى جالي بحال الهرم. شوفوا كسكوش عاوتاني دابا زاد، حيت كان واقف تياخد الناس في المحطة، دابا داير كسكوش. واو 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 واو، هذا منظر كيداير. هذه منطقة أخرى في كوبنهاجن، شوفوا شوفوا الدنيا كي عامرة، شوفوا الناس، نقدر نصورهم بعيد ماشي مشكل. هذا الشيء دابا كلهم هنا كيتعشاو برا وكيدخلوا للدار، كوزينة ديالهم نقية. اللي عايش هو اللي عنده هاد الفلايك واللانشات صراحه. هانتوما غتشوفوا المحطه ديال الباصات، نوريها لكم فين تيكونوا واقفين هاد الباصات هادو، حيت كل منطقه فيها الباركينغ ديالهم. هانتوما غتشوفوا شتو فين واقفين، قربنا يمكن على هذا الحساب قربنا المالمو، حيت السويد بيننا وبينهم 35 كيلو، 35 كيلو بالطوموبيل.
انا كنمشي لها في التران ما كنكملش حتى 4 ساعه دغيا دغيا 3 ساعه كاع ماكسيموم هنا كتبقاو تشوفوا الجزائر الجزر البعيده كتشوفوها هنا انا منظر هذا اللي هبلني ديال الماء هذا هبلني مع السرجم دابا محلول حتى بقا تشوفوا هاي الدنيا هنا كيصور الواحد مزيان براو هاد العلامات ما عرفتهمش علاش نصفهم صراحه مازال ما غنساليش معكم الفلوق واخا قلتها لكم في الاول هادشي حيت الرحله طويله مازال كنتسارع روعة شو هاد الباخره بغيت نصورها لكم من برا شتو قداش هادي اللي كتمشي الميريكان شوفوا شوفوا تبارك الله شوفوا 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 واو 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 كنت غنعفط على كلب كاع ما شتو كرهت شي سفريه في هذه الباخره هذه تاع الميريكان كوين فيكتوريا كتمشي للانجليز يمكن هذه الميريكان يا انتما هذه المحطه دابا اللي وصلنا فيها انت دابا هو راه مشى ممنوع الماكله ممنوع لا غلاس ممنوع حتى شي حاجه تدخل في الباخره بغيت غير نوريكم الدنيا والحاله الباب كيتسدو انتما كتشوفوا هذا هو الممر اللي كنمشيو فيه شوفوا هنا الناس كتصيد الحوت هي الباص فين وصل واو شو الدراري تما كينقصوها تما كيعومهم تما هادي كوبنهاغن انترناسيونال سكول شتي دايرينهم على البحر انترناسيونال سكول دايرينهم على البحر هادشي هنا كلشي تيصيد الحوت طلعنا دابا المترو مغركبوش في المترو غير بغيت نصور لكم شتي هادي الهدبان شتي دابا حنا بغيت نصور لكم فوق ها المطار اللي حدا البحر كي داير محطه ديال المطار محطه ديال المترو شوفوا شتي كيدايره شي غزال روعه الناس كتصيد الدراري تيعوموا تما شوفوا الرخام كيداير اللي ورخا في المغرب عندنا هادشي تبارك الله ماشي شي حاجه اللي هي سميتو واو 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 صراحه روعه اقسم بالله مشى المترو شوفوا شوفوا هذه هي الاورينتالسك اورينتالسك الانترناشونال سكول كوبنهاغن انترناشونال سكول تما لتحت تيصيدوا الحوت احنا دابا راجعين رجعنا من جينا تما شوفوا بغيت نصور الناس المهم حنا راجعين دابا ان شاء الله باذن الله هذه اخر محطه ها كاينه وحده دايره اذا هذه كانت خاسره ولكن عرفتي شنو منظر زويون صراحه تمتع والله
الناس باقين سهرانين كيف تشوفوا، وهذه راه الليل والغروب. ركبنا مع 8، 8 هو اخر باص. الزاج محلول.